اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهد الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياء. اللهم خالق بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وحرك بنيانهم. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مشكلا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حيا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا كهدي لك رضا إلا كغيته. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا. برحمتك اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وسير أخلاقنا بهداية القرآن واهدنا سبل السلام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغفرنا. ربنا وقنا عذاب النار. اللهم
وارحم حالنا وارحم غيرنا. آمين. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا. آمين. اللهم تكفل حجتنا وأمالنا يا رب العالمين. آمين. اسمع واستجب. آمين.